أستفتح كنوز الفتح باسم الفتاح العليم، وأستبدي قواعد المجد باسم الوهاب الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وبعد، مشاهدين الكرام، تحية من عند الله مباركة طيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة ويوم جديد مع سنن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يمكن النهاردة السنة اللي هنتكلم عليها من سنن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم محتاجينها كلنا، تقرب البعيد وتصل الأرحام، و منشودها قول الله سبحانه وتعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. لسه بفتكر حديث مولانا الإمام مسلم اللي رواه عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتروي أم المؤمنين عائشة. السيدة عائشة تقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الرحم معلقة بعرش الرحمن، تنادي من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. إذا كانت الحكومة بتقسمها درجة قرابة، درجة أولى ودرجة تانية ودرجة تالتة، عندنا في الإسلام الدرجات التلاتة ملزم إنك تصلهم، سواء من جهة أبوك، سواء من جهة أمك، سواء هم أحياء هتصلهم بالصلة، هتصلهم بالزيارة، هتصلهم بالتليفون، سواء هم أموات هتصلهم بدعوة طيبة، هتصلهم بسورة فاتحة تقرأ لهم، هتصلهم بآية قرآن ترسل إليهم، هتصلهم بصدقة تتصدق بها عنهم. أي حد عزيز عليك أو بتحبه، الأصل إنك توصله، ما بالك أهلك اللي أنت منهم وهم منك، اللي هم كانوا سبب في وجودك بعد ربنا سبحانه وتعالى، سواء إذا كانوا أبوك أو أمك أو إخواتك أو عمامك أو عماتك. تعالوا بينا نأكد مع بعض تاني إن من سنن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ومن واجبات الإسلام صلة الأرحام. ويمكن الرسالة بوجهها أكتر للي عايشين في المدن واللي عايشين في الحضر، ودايما يمكن تكون الدنيا بتشغلنا، يمكن يكون شغلنا، يمكن بنرجع من الشغل متأخر، يدوب على البيت، البيت الأولاد، الأولاد الزوجة، كأننا عايشين في دوامة الحياة. بس ما تنساش أن دوامة الحياة دي ممكن تبعدك عن أهم بركة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم خوفنا: الرحم معلقة بعرش الرحمن، تنادي من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. مش بقولك اقطع المسافات وسافر 100 كيلو و200 كيلو، على الأقل ارفع سماعة التليفون، قول سلام عليكم، انتوا عاملين ايه في عيد، قول لهم كل سنة وانتوا طيبين، في فرح بارك لهم، في عزاء قول لهم البقاء لله. خليك واصل لرحمك، خليك ممتثل لقول الله سبحانه وتعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ وإوعى العقوبة: أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ويمكن بيزعلنا قوي في الفترة الأخيرة إن الأذى ما يجيش غير من القرايب، أو الضرر ما يجيش غير من القرايب، أو الزعل ما يجيش غير من القرايب، وظلم ذوي القربى أشد مضادة على المرء من وقع الحسام المهندي. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره، زيادة في الرزق وزيادة في العمر، يعمل إيه يا رسول الله؟ فليصل رحمه. رزقنا الله وإياكم البر والتقوى ومن العمل ما يرضى، وأمدنا وإياكم بمدد رسول الله وأهل الله دنيا وأخرى. ونستغفر الله من كل قول وعمل أردنا به وجهه فخلط فيه ما ليس له، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.